صح على الأدباء الشبان نمرة واحد ألا يتعجل النشر، نمرة اتنين أن يكدح في الحياة قدر ما يستطيع، يسيبوا من صورة الضياع الستيني ده الكاذب اللي هو جيمس بوند وجيمس دين والواد الضايع اللي لابس جينز وماشي في وسط البلد شال شنطة ومتنقل من قهوة الزهرة للأتليه ومن الأتليه للندوات والندوات، ويعاشر شوية من الشبان يدمنوا بعض ويحكوا البعض في الأماكن اللي بتستحلوا الهرش فيها وأصبحوا خبراء بيها، كل واحد عارف ايه المكان اللي احمد بيستحلى الهرش فيه فيقعد يهرش له الثاني وهكذا، ونضحوا على بعض وفكروا بفكر واحد وقاموس واحد وافكار واحده واوهام واحده، ولانهم كسره فعاملين غاغه واسمائهم تتردد في المحافل وفي الندوات، ولما واحد منهم يطلع كتاب 100 واحد يعمل عنه خبر و100 واحد وندوات وبتاع، ويظنون انهم حققوا نجاحا او حققوا حضورا، وفي الواقع انهم ان كل ده اشبه بالاورام السرطانيه اللي بتحدث نتيجه خلل في جسم المجتمع، خلل غير صحي، يعني خلل يؤدي إلى مثل هذه الظواهر غير صحية. فالكاتب عليه أن يكدح في الحياة، يعني يعمل حاجات بيده وينزل يواجه مشاكل ويشتغل ويودع البدل والأناقة، ودي يعني مسألة ملهاش أي قيمة في الحياة، وإن الرفاهية مرض، مرض قاتل جدا، أكبر مرض قاتل للجسم البشري هو الرفاهية والاستسلام ليها. خلاص في الحالة دي بنحقق تقسيمة عالم الفيلسوف العربي الحسن البصري حينما قسم العقل البشري إلى عقلين، عقل مكتسب، عقل غريزي وعقل مكتسب. العقل الغريزي هو خادم الجسد، بيتولد به البني آدم، عارف أما يجوع يأكل وعوز يعمل إيه يعمل إيه تلقائيا. العقل المكتسب هو ما يتكون من أول بني آدم ما يفتح عينه على الحياة، يكتسب من التجربة العملية، شاف ايه وبعدين واستخلص ايه وحط ايه على ايه وطرح ايه من ايه وهكذا، هذه الخبرات منها يتكون العقل المكتسب. وكلما قوي العقل المكتسب على العقل الغريزي اقترب الانسان من الانسان الكامل اللي اوروبا بعد كده بقرون سماته السوبرمان، يعني الكلام ده قبل ظهور فرويد بقرون يعني. وإذا قوي العقل الغريزي على العقل المكتسب أصبح الإنسان مجرد حيوان يأكل ويشرب ويتعبد ويخلف أولاد وخلاص، وهذا هو الكائن الذي تسعى الحكومات العربية إلى التكريس له اليوم. فالإنسان اللي عاوز يبقى كاتب حقيقي لابد أن يعمل، يعيش الحياة. يعني في ناس كانت تسمع أن في طائفة من الطوائف من العمال مثلا بيشتغلوا في جبال او مناجم او حاجات مثيرة كده، فيروح يشتغل معاهم، يروح يدخل في تجربة
ويعيشها ويشوفها، لأن الكتابة من الذاكرة لا تعطي أدبا على الإطلاق. والجيل الجديد دلوقتي عم خيري بيستخدم مثلا وسائل أخرى لاكتساب المعرفة مثلا زي الإنترنت، هل المعلومة اللي بتبقى جاية متقشرة جاهزة سهلة زيها زي ال كل دي بتبقى خبرات بدون سعرات حرارية، خبرات فيطلعوا كتابة ضايت برضه ما فيهاش، أو يطلعوا فن ضايت ما يخلو من السعر الحراري. فن التذوق تلاقيه حلو برضه بس في حاجة كده نفسك يجزع تجزع منها وما تغذيش الجسم. ليه؟ لأن المعلومات بتيجي متحصلة جاهزة، مفيش المعلومة اللي طالعة بالدم طالعة بعرق، مجرد ما تتذكرها جسمك ينمل وتفتكر اللي حصل لك وانت بتحصلها، والليالي اللي انت سهرتها والمعاناة اللي انت شفتها وبتاع ده، هي دي مادة الفن. حينما يقول هيمنجوي يعني انه بيقعد يعاني مثلا عشان يكتب جملة حقيقية، ما هي معنى ان جملة حقيقية؟ هو يقصد ده، يقصد ان يمسك بمادة حقيقية وليدة معاناة حقيقية، مش مجرد عبارة الذهن برع في سبكها وعملها يعني. فهو الكاتب اللي عاوز يبقى كاتب كبير ومحترم يخش في تجارب ويعيش حياته على الأقل كلما وجد فرصة للعمل ينتهزها مش العكس. يعني إذا قدر إن هو يخش مطبخ يعمل لنفسه كل حاجة يا حبذا، إنه يغسل المواعين. أحكي لك حكاية طريفة جدا يرويها الممثل زكي طويمات في كتابه مذكرات. هو كان لاعب كرة شهير جدا وكان مشهور يعني نجم في الشارع يعني زي جيل عبد الكريم صقر، لكنه غاوي تمثيل، عاوز يبقى ممثل وحاسس ان جواه موهبة ممثل. فيعرف واحد قال له انا اعرفك بروزا اليوسف، كانت ممثلة ايامها لسه ما كانتش بقى صحفية، كانت بطل فرقة يعني، اعرفك بيها وهي تعرف يعني ممكن توصلك. ماشي، وخد له معاد منها وراحوا لها البيت، خبطوا عليها فطلعت لهم واحدة ست بيت عادية جدا، ما تعرفش إذا كانت الست ولا الخادمة، لابسة مريالة المطبخ وماسكة في إيدها بتاع ده بصل طاسة أو المصبة كانت بتخرط فيها بصل، طلع بيها في إيديها كده ومدت لهم إيديها سلموا عليها دخلوا، هو قاعد يتفرس في ملامحها، فعلا دي روزا اليوسف. فقعدوا، قال لها الراجل بقى اللي هو صديقها، قال لها انا عايز اعرفك بفلان، ده ولد يعني يعجبك قوي وعنده موهبة التمثيل ونفسه انك تشوفي له دور معاك في اي مسرحية. فبصت له قالت له وهي بتقشر بصل، فقالت له تعرف تقشر بصل؟ فالتاني اشمعز كده، ايه علاقة البصل بالتمثيل؟ ولها وبحرك شديد بقى وعرقان وبل، ويا فندم يعني ايه علاقة البصل؟ قالت له تعرف تقشر بصل؟ لا لا طبعا، قالت له مش هتنفع ممثل، ومشي. بعد يجي 30-40 سنة يشاء ان هو يبقى زوج روزا اليوسف، انه يبقى ممثل شهير.